في لعبة موبايل اشتهرت بشكل جدا كبير في الفترة الأخيرة، وصاير أشوف لها فيديوهات في كل مكان على يوتيوب، تيك توك ومنصات ثانية، وبعض اللاعبين عم يقولوا إنه هذه اللعبة أفضل من كول أوف ديوتي وبوب جي موبايل أو أي لعبة موبايل ثانية، واللي هي لعبة كومبات ماستر. بس في كثير كلام على هاللعبة إنهم سارقينها من كول أوف ديوتي، إنه اللعبة نسخ لسخ من كول أوف ديوتي. فخلينا بهالفيديو نجرب اللعبة مع بعض ونشوف هل فعلا اللعبة ممتعة وهل فعلا سارقينها من كول اوف ديوتي ولا لا. فيلا خلنا نبدا. اوكي شباب، قبل لا نبدا راح العب اللعبه على موبايل بوكو اكس 5 برو، وفي جيف اواي على هذا الموبايل. هذا الموبايل جديد ما صار له نازل اسبوع تقريبا، ويعتبر من اقوى وارخص موبايلات الجيمنج اللي موجوده حاليا. سعره بالنسبه لمواصفاته الخارقه راح يفاجئكم. اولا الموبايل بيدعم معالج سناب دراجون 778 جي، واللي جدا قوي ومناسب للالعاب. جربته على عده العاب قويه وشغلهم جميعا بافضل اداء. واذا راح نتكلم عن الجيمنج فلازم نتكلم على شاشة الموبايل. الموبايل بيدعم شاشة AMOLED Dot Display، واللي راح تعطيك دقة خلابة. هذا غير انه بيدعم معدل اطارات 120 هرتز، اللي راح يخلي الموبايل جدا سلس وسموز وجدا مفيد في الالعاب. والشاشة فيها خاصية الاي كير، واللي راح تحمي عيونك من الاستعمال الطويل للموبايل. والموبايل بيستعمل السماعات بطريقة ذكية، سماعة فوق وسماعة تحت، وصوتهم جدا عالي ونقي. طيب، واظن اكثر شيء مميز بالموبايل هو شكل الكاميرات اللي في الخلف. والكاميرات هذه مو بس شكل، لا، الموبايل بيدعم اربع كاميرات، كاميرا سيلفي من الامام وثلاثة من الخلف. من الخلف في كاميرا مايكرو لينس للزوم القريب، في كاميرا الترا وايد، والكاميرا اساسية بدقة 108 ميجا بكسل. وبطارية الموبايل بسعة 5000 mAh، من اكبر سعات البطاريات، وبيجي معاه شاحن بيدعم سرعة التوربو شارجينج. وهالمواصفات كلها بكم؟ 1549 درهم فقط، او ما يساوي 410 دولار. فاذا ودك تدخل بفرصة الفوز على موبايل بوكو اكس 5 برو، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك اي تعليق مع وسيلة التواصل. واذا ودكم تعرفوا معلومات اكثر عن الموبايل، شيكوا الرابط اللي موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي، خلنا حاليا نشوف مع بعض اداء هذا الموبايل في الجيمينج. رح نلعب لعبة كومبات ريس اللي خبرتكم عليها في بداية الفيديو باستعمال موبايل بوكو اكس 5 برو. مثل ما شايفين من القائمة واضح انها مسروقة من كول اوف ديوتي، حتى جيم مود سيرش اند ديستروي اخذينا بالاسم مثل ما هو. ومو بس كذا، لا، لو نروح على الكلاسات او تعديل اسلحة راح تشوفوا انها نفس الجن سميث من كول اوف ديوتي بالضبط، نفس الشكل حتى. راح اترككم صورة الجن سميث كول اوف ديوتي كيف عشان تشوفوا الفرق. وايضا موجود الكل ستريك نفس كول اوف ديوتي بالضبط، وحتى موجود النيوك باخذين الشعار من مودر وورفير. عيني عينك. طيب يا شباب، خلنا نفوت جيم ونشوف هل اللعبه من الداخل تشبه كول اوف ديوتي ايضا ولا بس من برا. اوكي، مبدئيا جرافيكس اللعبه جدا رهيب، ما ادري اذا بالتصوير عندكم واضح بس عندي في الموبايل رهيب والله. طيب، تيم ديث ماتش، اول ذبحه لي في اللعبه، اول موت لي في اللعبه. واضح اللي قاعد العب ضدهم ما هم بوتات. ابلع. حلو، اوكي، حلو. والله ما قاعد الحق، على طول اذبح ويذبحوني. تعال تعال، لفت لهم من ورا دبل كل. ريلود. لو انا بسبونهم، المشكله السبون ما يتغير، خلاص انا دائما اعيش هنا وهم دائما يعيشوا هناك، فنرمي. اوكي، والله شكلها نخسر. هذا شو قاعد يسوي لي معاي؟ واقف كذا منظر. اوه، معاه شوتجن هذا. اوكي، نعمل ريلود، خلينا نلعب شوي شوتجن. ابلع ابلع. لا لا، حرام. ريلود ريلود. اوكي، تعال تعال. حلو، لا يشوفني لا يشوفني. هذا ليش سحب علي؟ شافني وطلق علي وقرر يتركني. شكرا والله. شو هذا؟ شو هذا؟ كأني شايف زبلاين. اي والله، اوكي، اقدر اكمبر فوق. ابلع. اوه، اقدر اروح على الجهة الثانية اذا ما خاب ظني. اي والله، يا حرام، صح المكان
الثاني جنب سبونهم بالضبط. طيب ابي اغير الكلاس، ابي اغير الكلاس، ابي يكون ابي العب شوتجن. خلني الحق اجيب قتله بالشوتجن. ثلاث ثواني، قتله بالشوتجن، قتله بالش فزنا. حلو، فزنا على فرق بسيط جدا. طيب هالجيم بجرب الشوتجن، وكانه داخلين سيرش اند ديستروي. اي والله سيرش اند ديستروي ومعي شوتجن. اوكي اوكي، بما انا معي شوتجن خلني اهجم عليهم بسرعه. ادرعم، سلايد سلايد سلايد. في واحد هنا، القم. في واحد ورا، ما انتبهوا. القم، يلا اخر واحد، اخر واحد تعال. الله الله. اوكي اوكي، لا الشوتجن رهيب. انا داخل على نص الجيم، داخل على نص الجيم وفريقنا فايز ثلاث راوندات. خلني اروح ازرع البوم على بي واصيدهم بالشوتجن بسرعه 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 بسرعه. اوكي الحين بيجوا بيعملوا لها ديفيوز وانا معي شوتجن بصيدهم. القم القم، تعال تعال. الله الله، كيف بقي واحد؟ كيف خسرنا؟ في واحد عمل ديفيوز للبوم. اوكي طلع، وانا قاعد اتقاتل معاهم في واحد من سدح قاعد يشيل البوم. طلع لما ضل علق على السلايد كانه قاعد يسبح يصير الشخصيه. ابلع، خلنا نجرب سلاحه شكله حلو. اوه اي والله، عند رشاشين ماك، ما لحقت اتهنى فيهم. سلاح اللي اخذه من الارض يجي معي للراوند الثاني. الله اوكي، دبل سلاح رهيب. ايوه ايوه كذا اللعب. اوكي لو جبنا الفوز هذا الراوند راح نفوز، فقلت خلني اهايت شوي والعب سنايبر. ابلع، الله قاعد يسوي ديفيوز. القم القم، جبت الفوز. هذول بوتات ولا لا؟ احيانا احس انهم بوتات، احيانا احس انهم بشر. طيب خلنا نلعب اخر جيم. في جيم مود اسمه ارم ريس، واذا ما خاب ظني فهو جن جيم، انه كل ما اذبح واحد يتغير السلاح. اوكي اي والله، يب يب يب، جن جيم جن جيم. تعال تعال، حرام. هذا هذا شو قاعد يسوي؟ ابلع ابلع، تعال تعال تعال. الله الله. طبعا اظن يا شباب هذه اسرع لعبة على الموبايل موجودة حاليا، نظام حركتها جدا سريع. تعال في واحد ثاني. ايوه والله اني داعس. بس لا 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 لا، الدعس رهيب. حرام، كنت ماشي صح، وصلت على السنايبرات وعلقت. طبعا شباب شوفوا كيف الحركة تصير لو الواحد اتقن على اللعبة. هذا الفيديو شفته على اليوتيوب، طلعوا نظام الحركة واللعب جدا سريع وجدا ثلث. انا اللي شفتوني ما كنت قاعد العب كذا لانه كانت بدايتي في اللعبة، حرفيا لعبت معاكم اول ايام. بس لو الواحد اتقن عليها شوفوا كيف يصير يعرف يتحرك بهالشكل الرهيب. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات إيش رأيكم عن اللعبة. بالنسبة إلي استمتعت فيها، بس ما أنصح أي واحد يدفع فلوس في اللعبة، لأنه على الأكثر راح تنحذف قريباً، لأنه كول أوف ديوتي راح يشتكوا عليهم، سارقينها لكول أوف ديوتي نسخ لصق. ولا تنسوا إنكم تشاركوا في الجيف أواي على موبايل بوكو إكس 5 برو، والله الموبايل أداءه جداً رهيب في الألعاب وما سخن علي أبداً. عادة لما ألعب لعبة لفترة طويلة أحس الموبايل جدا سخن وايدي تسخن، هنا قاعد العب هاللعبه قريب النص ساعه والموبايل ما في اي حراره، فاي يلا مع السلامه.